إشراف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، يستمر المعرض الدولي للمعدات والتكنولوجيا والخدمات البيئية إلى غاية 5 أكتوبر الجاري في تقديم آخر المستجدات المتعلقة بالخدمات البيئية. المعرض في دورته 10 لهذه السنة يعرف مشاركة 190 عارضاً يمثلون 18 دولة، من بينهم دول إفريقية. احنا تنشاركوا دائماً في هذا المعرض ديال بوليتيك لا ديزيام إيديسيون. هذا المعرض هذا تيعطينا واحد المنتوج اللي تعرفنا بشركات اخرين، يعني شركه المانيه او شركه فرنسيه تجاهدوا تعاقدوا معنا واحد العقد هنايا في المغرب، تسهلوا لنا الماموريه باش يعني باش نحاولوا نكوميرتياليزون لي برودوي ديالهم اللي خاصين توسكيي لونفيرونمون البيئه و توسكيي لاميليوراسيون ديال لو روندمون ديال لو بوتابل. Ces produits-là sont destinés spécialités pour tout ce qui est le ministre d'Intérieur, pour tout ce qui est régie de la distribution de l'eau ou de l'eau dans le Maghreb, ou aussi de la charika, l'ONEP, l'Office national de la branche eau. La charika de l'ONEP est dire. الحاويات ديال جميع النفايات المنزليه. المشاركه ديالنا في هذا لو صالون ان هذه تقريبا مده 10 سنين حنا مدوضين عليه سنويا، كنجيو نشاركوا سنويا بالنسبه لهذا المعرض هذا، لانه وكل عام تنجيبوا الجديد على حسب باش نعطوا واحد تبدل ديك النظره ديال الناس على حسب جمع النفايات، باش ما بقاش تكون هي البوان نوار ديال اي مدينه كتكون هي هذيك النفايات. المعرض تم افتتاحه من طرف رئيس الحكومه على ايقاع برمجه غنيه وتنظيم ورشتين تؤطرهما كتابه الدوله المكلفه بالتنميه المستدامه، الاولى حول حلول عصاره النفايات والثانيه حول التنميه المستدامه والتمويل الاخضر.